بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 10 في كورس الاستاتيكا. اللي انتوا شايفينه على السبورة متقلقوش منه، ده كلام لسه احنا هنشرحه بالتفصيل دلوقتي. الأول محتاجين نعمل مراجعة على المحاضرة بتاعت المرة اللي عدت، ومحتاجين ناخد المثال على المحاضرة اللي عدت عشان كان فيها نظري كتير. نعمل مراجعة الأول. احنا كان عندنا هنا سيستم اوف فورس، مجموعة من القوى، قوة اسمها F1 F2 F3 لغاية عددهم اسمهم FN، وبيأثروا على rigid body، جسم متماسك. السؤال دلوقتي، هل ممكن ان احنا نختزل مجموعة القوة دي؟ واذا كان ممكن نختزلها نقدر نختزلها لإيه؟ عشان نختزل مجموعة القوة كنت باخد القوة F1 انقلها من مكانها احطها عند النقطة O، F2 انقلها، F3 انقلها، لغاية FN انقلها، ونتيجة عملية النقل ديت هيتقاطع كل القوة في نقطة واحدة، واقدر اجيب من كده المحصلة بطريقة سهلة جدا. اجمع كل الكومبوننت بتاعت القوة بتاعت كل القوة عند X، اجمع كل الكومبوننت بتاعت Y، اجمع كل الكومبوننت بتاعت Z، احصل على متجه واحد في اتجاه X، في اتجاه Y، في اتجاه Z، اللي هو اسمه R. كويس، ولكن اتفقنا ان عملية نقل القوة عملية خطيرة، ما تقدرش تنقل القوة مباشرة، عشان القوة لما بتبعد عن نقطة لها قدرة على احداث دوران بنسميه العزم، بنقيسه القوة بمقدار اسمه مين؟ العزم. وبالتالي انا لما نقلت القوة دي حطيت معاها، نقلتها وحطيت معاها متجه اسمه متجه العزم، القوة دي حطيت معاها متجه العزم، القوة دي حطيت متجه العزم، حطيت معاها كمان متجه العزم، وبالتالي تكون مجموعة من العزوم الناتجة من الازدواجات الناشئة من عملية النقل. دي عبارة عن فيكتورز لها كومبوننت في اتجاه اكس، كومبوننت في اتجاه واي، كومبوننت في اتجاه زد، اجمع كل الاكس، اجمع كل الواي، اجمع كل الزد، احصل على كومبوننت واحدة، وبالتالي نحصل على فيكتور جديد. يبقى السيستم ده اتحول الى حاجتين، اتحول الى قوة وتحول الى عزم، عبارة عن فورس ومومنت. يبقى أي سيستم في الدنيا يتكون من مجموعة من القوى يمكن اختزاله إلى حاجتين، قوة وإيه؟ قوة وعزم. ده اللي احنا قلناه المحاضرة اللي عدت. بل قلنا أكتر من كده، لو أنا عندي العزم المحصل والقوة المحصلة، أنا أقدر أجيب العزم عند أي نقطة تانية من غير ما نعمل كل الإجراءات دي مرة أخرى. ازاي؟ قلنا العزم عند اي نقطة وليكن اسمها B بيساوي العزم عند نقطة الاصل اللي هي اسمها O minus R B كروس ال R. وقلنا الفكرة بتاعت الكلام ده ايه؟ خلاص السيستم ده مش موجود وبقى فيه سيستم مكافئ. دلوقتي انا عندي قوة وعزم، العزم ده ناشئ عن مين؟ العزم ده ناشئ عن قبل، وبالتالي ده فري فيكتور، فالعزم هنا والعزم هنا والعزم هنا والعزم هنا له نفس القيمة، فيبقى العزم الناتج عن القبل عند النقطة B اسمه M0 هو كمان. ولكن يبقى بقى لنا R دي قوة، والقوة عند النقطة دي تعمل عزم، العزم بتاعها عبارة عن ال R B كروس ال R، فبالتالي العزم عند هذه النقطة هو عبارة عن العزم الناتج عن الكابل اللي هو فري فيكتور، بالإضافة للعزم الناتج عن القوة اللي بتأثر عند النقطة O لما تأثر عند النقطة B اللي هو R B كروس ال R. عايز أقول حاجة بس، هو أنا دلوقتي لو أنا طلعت في دماغي بدل ما كل القوة دي عند النقطة O نقلتها عند نقطة تانية، أي نقطة تانية، إيه الجديد في الإجراءات بتاعت جمع القوة؟ لا يوجد أي إجراءات. هتاخد كل القوة دي تنقلها موازية لنفسها وبنفس المقدار عند النقطة الجديدة، وتجمع الإكسات وتجمع الويات وتجمع الزد، وتحصل على المحصلة بتاعتنا مرة أخرى اللي هي عبارة عن القوة الناتجة. وبالتالي عايز اتفق معاك ان القوة هنا 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 اي مكان، القوة في جميع هذه النقاط مقدار ماله؟ مقدار ثابت. المشكلة مش في القوة، المشكلة في العزم، عشان العزم هيتوقف على النقطة اللي انت بتجيب عندها العزم. فانت هنا لما اشتغلت عند النقطة دي طلعت عزم اسمه ام زيرو، ماشي. طب القوة هنا، هي القوة هنا، هي القوة هنا، يبقى القوة هنا 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 هنا، القوة عند جميع النقاط مالها؟ جمع كل المركبات بتاعت الاكس، جمع كل مركبات الواي، جمع كل مركبات الزد، هتحصل على متجه القوة. ايه المشكلة اللي هتقابلك؟ مشكلة العزم. طب ما احنا اتعلمت ازاي ان العزم، يبقى الخطة بتاعتنا واحنا جايين نحل اي مثال، نروح لأسهل نقطة في الدنيا اللي هي نقطة الأصل، نروح نجيب عندها محصلة القوة ونجيب عندها محصلة العزم، وعايز تروح تجيب عزم بعد كده عند أي نقطة تانية، مفيش أي مشاكل، انقل مين؟
انقل العزم من نقطة لأخرى باستخدام المعادلة ام بي تساوي ام زيرو ماينس ار بي كروس الار. المعلومة التانية والمعلومة المهمة اللي احنا اتناقشنا فيها المحاضرة اللي عدت كان بنقوله معلومة تحفة فنية، بتقول ايه؟ بتقول الار دوت ام اي ايكوال تو كونستنت. يعني ايه؟ يعني مهما كانت النقطة اللي انا بجيب عندها العزم، لو ضربت العزم الكلي في القوة الكلية ضرب قياسه المقدار ده مقدار ثابت، واثبتناها المحاضرة اللي عدت كان في المكان ده كده. عايزين نستفيد من الكلام ده ونشوف مثال بالارقام عشان نقدر نفهم. المثال اللي قدامنا انا عندي قوة اسمها F1 F2 F3 والقوة دي كلها متساوية الحمد لله وبتساوي 5 في السكوير روت بتاع مين؟ بتاع الاثنين. طيب اتجاهات القوة زي ما انتم شايفين، ادي القوة F1 من A الى B، القوة F2 من B الى C، القوة F3 من C الى A. طيب النقطة دي المسافة بين الزيرو والبي، المسافة بين الزيرو والسي، المسافة بين الزيرو والA كلها مسافات متساوية. المعلومات دي انا عايز اجيب ايه بقى في المثال دوت؟ انا عايز اجيب الريزلتنت فورس، عايز اجيب الريزلتنت مومنت عند نقطة الاصل، وعايز انقل المسألة بعد كده بدل ما انا شغال عند نقطة الاصل راح اشتغل عند نقطة تانية، وبالتالي السيستم ده هيكافئ قوة اسمها الريزلتنت فورس عايز اعرف مقدارها بكام، والريزلتنت مومنت عايز اعرف مقداره كام، وعايز انقل الكلام ده من نقطة الى اخرى بس المرة دي بالارقام. ايه مشكلتي؟ مشكلتي مع القوة. ايه مشكلة القوة؟ القوة مش جاهزة. ليه مش جاهزة؟ مديني الماجنيتيود. يبقى احنا محتاجين ناخد كل قوة من القوة ديت نحولها الى كومبوننت في اتجاه اي واتجاه جي واتجاه كي. طب نخلي دماغنا مرتب برضو واحنا بنحل عادي من المسائل. اول خطوة روح هات الاحتسيات بتاعت النقاط اللي بتمر بها القوة. انا عندي النقطة A والنقطة B والنقطة C ونقطة الاصل، دولت الاربع نقاط. ما تيجي نجيبوا الاحداثيات عند الاربع نقاط دولت. الاول نقطة الاصل احداثياتها احنا عارفينها اللي هي عبارة عن 0 و0 و0. طب النقطة A، النقطة A احداثياتها انا مشيت على محور X مسافة مقدارها كام؟ 2. مشيت على محور Y 0، مشيت على محور Z 0. النقطة B، النقطة B انا مشيت على محور X 0، مشيت على محور Y 2، مشيت على محور Z 0. النقطة C، انا مشيت على محور X 0، مشيت على محور Y 0، ومشيت على محور Z مسافة مقدارها كام؟ 2. كمان مرة. النقطة A، انا مشيت على محور X فقط ولا رحت الواي ولا رحت الزد. النقطة B، مشيت على محور Y ولا رحت الإكس ولا رحت الواي زد. النقطة C، ولا رحت مشيت على A على الإكس ولا مشيت على الواي، ده انا ماشي فقط على مين؟ على الزد. يبقى انا اول خطوة بعملها في اي مسألة ان انا اجيب احداثيات النقاط، وبالمرة اطلع متجه الموضع بتاع النقاط دي بالنسبة الى نقطة مين؟ بالنسبة الى نقطة الاصل اللي هو الاحداثيات. يبقى هنا ده فيكتور اسمه متجه الموضع، ده فيكتور اسمه متجه الموضع، ده فيكتور اسمه متجه الموضع، وده بيساوي 2 0 0. الفيكتور ده عبارة عن 0 2 0، الفيكتور ده هو عبارة عن 0 و0 و2. احنا كده جبنا مين؟ جبنا احداثيات النقاط، جبنا متجه موضع النقاط. انا ولا كنت عايز ده ولا عايز ده، ده حاجات هتفيدني وانا جاي احل المساله. انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب القوه على هيئه متجهات. اول قوه فين؟ ادي اول قوه اللي اسمها F1، وانا عايز اجيبها على هيئه متجه في اتجاه I واتجاه J واتجاه K. عشان اعمل الكلام ده اتعلمنا حاجه، القوه اللي اسمها F1 اجي جايب الماجنيتيود بتاعها، ادي جايب الماجنيتيود بتاع القوه، واجي ضربه في متجه الوحدة في اتجاه خط عمل القوة اللي هو اسمه الـ AB. يبقى انا عايز اجيب متجه الوحدة في الاتجاه اللي اسمه مين؟ AB. طب انا عشان اجيب متجه الوحدة في الاتجاه اللي اسمه AB انا محتاج حاجتين، انا محتاج المتجه AB ومحتاج الماجنيتيود بتاعه. وتعلمنا ازاي نجيبه المتجه AB. المتجه AB اللي ننتهي بيه نبتدي بيه، يبقى RAB عبارة عن الـ RB ماينس الـ RA. طب ما هو الـ RB موجودة، الـ RB موجودة والـ RA موجودة، يبقى نطرح ده من ده، يبقى الناتج بتاعنا ماينس 2، ده من ده ثم 2 ثم 0. ايه اللي انا طلعته دلوقتي؟ انا طلعت المتجه اللي اسمه RAB. اعمل بيه ايه؟
اروح اجيب الماجنيتيود بتاعه، السكوير روت للكومبوننت في اتجاه اكس سكوير، الكومبوننت في اتجاه واي سكوير، الكومبوننت في اتجاه زد سكوير، يبقى ماينس 2 سكوير اللي هي 4، ماينس 2 سكوير اللي هي 4، ماينس بلس مين بلس الزيرو، يبقى الكلام ده السكوير روت بتاع ال8 يعني بيساوي 2 في السكوير روت بتاع 2. كويس، انا جبت المتجه وجبت الايه وجبت الماجنيتيود بتاعه، يبقى نقدر ندخل على الخطوه رقم 3 اللي هي عباره عن ايه؟ اليونت فيكتور. نجيبه اليونت فيكتور ازاي؟ كنا بنقسم الفيكتور اللي اسمه ار اي بي على الماجنيتيود بتاعه، الماجنيتيود بتاع الار اي بي، الكلام ده هيساوي ايه؟ الفيكتور ادي الماجنيتيود 1 اوفر 2 في السكوير روت بتاعها، وادي ماينس 2 وادي 2 وادي 0، ماينس 2 و 2 0. ده كده مين؟ ده عباره عن اليونت فيكتور. تاني انا عايز اجيب القوه اف 1، مديني مين؟ مديني الماجنيتيود، مساله حليناها المحاضرات اللي قبل كده. تعمل ايه؟ تجيب متجه الموضع في الاتجاه بتاع خط عمل القوه من ال بي، ثم تجيب الماجنيتيود بتاعه، ثم تجيب اليونت فيكتور. اليونت فيكتور ده هو اللي تضربه في الماجنيتيود فيطلع لك الفيكتور اف 1 على هيئه كومبوننت في اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه زد. اهو انا كده الماجنيتيود بتاعه، هو الماجنيتيود بتاع القوه اللي هو بيساوي كام؟ الماجنيتيود بتاع القوه عباره عن 5 مضروبه في السكوير روت بتاع 2 مضروبه في اليونت فيكتور اللي انا طلعته اللي هو عباره عن 1 اوفر 2 في السكوير روت بتاع 2، وادي 2 ماينس 2 و2 وكام؟ و0. السكوير روت بتاع 2 من هنا هتروح مع السكوير روت بتاع 2 من هنا، ال2 هتروح مع الماينس 2 هتروح مع ال2، يتبقى لي ال5 مضروبه في ماينس 1 يبقى ماينس 5، ال5 مضروبه في 1 يبقى 5، يبقى ماينس 5 5 0 اهو، ماينس 5 5 0. اوكي، طلعت كده مين؟ طلعت كده القوه اللي اسمها اف 1. باسلوب مماثل اقدر اروح للقوه اللي اسمها اف 2، عندي نقطتين بي وسي، اجيب متجه الموضع اللي اسمه ار بي سي، اجيب الماجنيتيود بتاعه اقسم الاثنين على بعض اطلع اليونت فيكتور اضربه في المتجه ده، اضربه في المتجه الماجنيتيود بتاع الفيكتور اطلع من كده الفيكتور اف 2، بالمثل اطلع الاف مين 3. انا عشان الوقت بس عشان محاضرتنا طويله النهارده، ادي الاف 1 ادي الاف 2 ادي الاف 3. ماشي، ده الناتج بتاعهم، وتقدر انت تختبر الكلام ده مع نفسك في البيت، تقدر تحاول فيهم. طيب خطوه رقم بقى الخطوه الجايه، انا ولا كنت عايز اف 1 ولا اف 2 ولا اف 3، ده انا كنت عايز الريزلتنت فورس. والريزلتنت فورس قلت ببساطه شديده اكتب المتجهات على هيئه كومبوننت بتاعتك في اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه زد، جمع كل الاكس على بعضها، جمع كل الواي على بعضها، جمع كل الزد على بعضها. الريزلتنت فورس ما هي الا مجموع القوه، والقوه هي متجهات، والمتجهات بتجمعها ازاي؟ بتجمع الكومبوننت بتاعتها في الاتجاه اي وجي وكي. فهنا ماينس 5 0 5 يبقى الناتج بتاعنا 0، عباره عن 5 ماينس 5 0 يبقى الناتج بتاعنا 0، 0 5 ماينس 5 يبقى الناتج بتاعنا 0، يبقى انت حصلت على متجه الفورس، والحمد لله ده متجه تافه جدا يساوي كام؟ 0. يبقى الماجنيتيود بتاعه بيساوي كام؟ 0. وبالتالي محصله القوه بتاعه المساله ديت، كل القوه ديت تقول الى قوه مقدارها 0، يعني مفيش قوه في المساله. كويس، خطوة رقم 2 عايزين نجيبوا العزم. نجيبوا العزم فين؟ أول زي ما اتفقنا نجيبوا العزم الأول عند نقطة سهلة اللي هي نقطة الأصل. ليه نقطة سهلة؟ عشان لما نجيب متجهات مواضع النقاط اللي بتأثر فيها القوة بالنسبة لنقطة الأصل ما راحش أطرح نقطتين من بعض، أستخدم متجه الموضع بتاع النقطة هو ده متجه الموضع مباشرة، وبالتالي العزم عندنا هيساوي، العزم عبارة عن الآر كروس الإف، يبقى أنا هضرب آر الام واحد، العزم الناتج عن القوة رقم واحد، العزم الناتج عن القوة رقم واحد عبارة عن الار واحد كروس الاف وان بلس ار تو كروس الاف تو بلس الار سري كروس الاف سري. طيب ار كروس الاف بنعمل ايه؟ بنعمل محددة، نحط هنا الاي، نحط هنا الجي، ونحط هنا الكي. الار R انا عايز نقطه تمر بيها القوه اللي اسمها اف 1، يا اما تاخد النقطه A يا اما تاخد النقطه B، دولت نقطتين على خط عمل القوه، اي واحده فيهم هتطلع لك الناتج، وعارفين الكلام ده من المحاضره اللي عدت. يبقى ادي الاي وادي الجي وادي الكي، وهنبتدي بالكومبوننت بتاعه النقطه اللي على خط عمل القوه وليكن النقطه A. النقطه A احداثياتها هي عباره عن 2 و0 و0.
القوة F1 أنا جهزتها خلاص، اللي هي عبارة عن ماينس 5 و5 و0 بلس. العزم الثاني R2 F2، نضرب القوة F2 مضروبة في متجه الموضع بتاع أي نقطة على خط عمل القوة، وليكن النقطة B أو النقطة C. هناخد في المثال ده النقطة B، يبقى هنحط هنا I ونحط J ونحط K، ثم نحط إحداثيات الموضع بتاع النقطة B اللي هي عبارة عن 0 و2 و0، ثم الخطوة اللي بعدها نحط القوة ذات نفسها، القوة اللي أنا حسبتها اللي هي عبارة عن 0 وماينس 5 وكمان مين؟ وكمان 5 بلس. العزم الثالث ادي اي وادي جي وادي كي كويس. القوة الثالثة ادي الاف 3 بتمر بنقطتين سي وايه، نختار اي نقطة وليكن النقطة سي. احداثيات النقطة سي اللي هي عبارة عن 0 و0 و2. طيب القوة اف 3 عبارة عن 5 و0 وماينس 5. يلا بقى نشتغل ونطلع من كده العزم ده والعزم ده والعزم ده، يطلع لي ثلاث متجهات. هنحاول نختصرها كده، في اتجاه اي دف دب 0 ودف دب 0، يبقى في اتجاه اي 0. في اتجاه جي في اشاره سالبه ما تنساهاش، دف دب 0 ودف ده ب 0 يبقى 0. في اتجاه كي، في اتجاه كي دف ده ادي 10 وال 10 ماينس بعد كده 0، يبقى وصلنا للكلام ده بكام؟ ب 10 بلس. المتجه الثاني في اتجاه اي دف ده ب 10، يبقى في اتجاه اي 10 ماينس 0. في اتجاه جي دف ده ودف ده 0. في اتجاه كي دف ده ودف ده ب 0 بلس. القوة رقم 3 في اتجاه اي دف ده ودف ده ب 0. في اتجاه جي دف ده ودف ده، دف ده ب 0 بس دف ده بكام؟ دف ده ب 10 بس، هيطلع لي من هنا إشارة سالبة مضروبة في الإشارة السالبة بتاعة الجي، يبقى الكلام ده يطلع لي بكام؟ ب 10. في اتجاه كي دف ده ودف ده، يبقى الناتج بتاعنا بيساوي 0. يبقى الريزلتنت مومنت بتاع الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 10 10 10. يبقى المسألة دي يمكن أن تقول إلى، ممكن نجي نستبدل السيستم ده كله أهو كده كله على بعضه، عبارة عن ازدواج عزمه اسمه ام 0 حوالين النقطة 0 وعزمه بيساوي 10 10 10 ومفيش قوة. يبقى نقدر نقوله المسألة دي كل القوة دي تقول إلى كابل عزمه ام 0 بيساوي 10 10 10 ومفيش قوة. كويس، انا مش عايز العزم دلوقتي عند النقطه اللي اسمها او، انا عايز العزم عند نقطه تانية وليكن النقطه بي. اروح اعيد المجهود ده كله واشتغل الشغل ده تاني، اقدر اعمل كده. هروح اجي جايب محصله القوه مش هتتغير، ما هو محصله القوه انا القوه دي موجوده عند النقطه بي، والقوه دي موجوده عند النقطه بي، النقطه دي هتنقلها زي ما هي موازيه هنا، يبقى عندك مجموعه من القوه، ومجموعه القوه دي هتجمع الاكس وتجمع الواي وتجمع الزد، فالناتج بتاعك هيطلع هو هو، عشان ما حصلش حاجه، ده انت نقلت القوة موازية لنفسها وبنفس المقدار. ايه المشكلة اللي بتحصل؟ ايه المشكلة؟ انت كنت بتحسب في الحالة الاولى العزم حوالين النقطة دي، فانت بتحسب العزم الناتج عن القوة دي هنا، العزم الناتج عن القوة دي هنا، العزم الناتج عن القوة دي هنا، فده هيطلع لك قيمة. بينما انت دلوقتي عايز تجيب العزم عند النقطة دي، عايز تمشي وتروح تشتغل عند النقطة دي، روح اشتغل، بس انت جاي تجيب العزم عند النقطة دي هتقابل ان القوة دي تبعد مسافة معينة هنا، فانت عايز تاخد نقطة هنا، نقطة بداية ونقطة نهاية، وتطرحهم من بعض عشان تجيب متجه الموضع، وهتلاقي نفسك بتمشي في اجراءات اطول شوية. صحيحة ولكن ممكنة. طب انا دلوقتي ما انا عندي معلومة جاهزة، انا عندي العزم عند نقطة مين؟ عندي العزم عند نقطة الاصل. هل نقدر نجيب منه العزم عند النقطة بي؟ بنجيب العزم عند النقطة بي. ازاي؟ القانون بتاعنا العزم عند اي نقطة بيساوي العزم عند نقطة الاصل او عند اي نقطة اخرى حتى، ماينس ار بي كروس الار، احنا عملنا القانون ده المحاضرة اللي عدت. يبقى العزم عند النقطة اللي اسمها بي هو العزم عند نقطة الاصل ماينس ار كروس الار، حيث الار ديت اللي هو عبارة عن البوزيشن فيكتور بتاع النقطة اللي اسمها بي. تمام، ولكن الار اصلا بكام؟ الار بتاعت المثال ده بتساوي صفر.
اوكي، يبقى المقدار ده كله بيساوي كام؟ زيرو. يبقى في مسألتنا دي مسألة تافهة جدا، العزم بتاعنا هو بيساوي العزم عند النقطة اسمها كام؟ زيرو. وده كان يثبت لك معلومة تانية، احنا عارفين ان العزم ده ناتج عن نقل القوة، ونقل القوة دي بمفهوم الازدواجات، كل قوة بتنقلها بتعمل ازدواج، كل قوة بتنقلها بتعمل ازدواج. فالازدواجات احنا اتفقنا ان هي مالها؟ الازدواجات لا تتوقف على ده فري فيكتور، ما تتوقفش على النقطة اللي احنا بنجيب عندها العزم. فالعزم في الحالة دي عند البي هو العزم عند النقطة او. ليه؟ عشان الام في الحالة دي بتساوي كام؟ زيرو. لو الام ما بتساويش زيرو الكلام ده ما ينفعش، يبقى العزم بيساوي ام زيرو ماينس الار كروس مين؟ الار. معلش انا عارف المحاضره اللي عدت كانت طويله وكان فيها مجهود كتير، ارتبها كمان مره وبسرعه. عندي سيستم اوف فورس، السيستم اوف فورس نقلت القوه، نقلت الثانيه، نقلت الثالثه، حطيتهم عند نقطه. إيه مسموح بالكلام ده؟ لا مش مسموح بيه، مسموح بيه بشرط. ايه هو الشرط؟ ان لما تنقل القوه تكون الازدواج بتاعها عند النقطه. فالقوه اللي انت بتنقلها انقل القوه ورايح دماغك، ولكن كل قوه انت بتنقلها بتعمل لها ازدواج. فمجموعه القوه دي لما تحطها كلها عند نقطه هتختزل الى قوه واحده، والازدواجات دي عباره عن مجموعه من الاتجاهات هتختزل الى ازدواج واحد او له عزم واحد. فالمسألة بتاعتك كلها هتقول الى قوة وازدواج، وهذا اللي انا بقوله. سيستم اوف فورس اتحول الى ريزلتنت مومنت، ريزلتنت فورس بقت عبارة عن قوة وعزم. قوة وايه؟ وعزم. ده اللي انا اخدته المحاضرة اللي عدت. محاضرة النهاردة بقى عايزين نتكلموا على ايه؟ عايزين نتكلم على حاجة اسمها equivalent system of force. يعني ايه؟ يعني نظم قوة متكافئة. هيبقى عندي سيستم، السيستم ده بيحتوي على مجموعة من الفورس، ادي اف 1 1 اف 1 2 اف 1 3 لغاية اف 1 ان، دي مجموعة من القوى. وعندي سيستم تاني، السيستم التاني اسمه بيتأثر عليه مجموعة من القوى، اف 2 1 اف 2 2 F3 F2 3 وهكذا، وليكن F2M. يعني حتى عدد القوة ده لا يساوي عدد القوة ده. هنا عدد القوة N من القوة، بينما هنا في M من القوة. امتى اقول السيستم ده يكافئ السيستم ده؟ امتى اقول الاثنين سيستم دول متكافئين؟ فكرة التكافؤ فكرة ذكية. بنعمل ايه؟ لو انا خدت السيستم ده اختزلته الى قوة وازدواج، قوة اسمها R وازدواج اسمه M0. جميل. ورحت اختزلت السيستم ده الى قوة هو كمان وازدواج، وكانت القوة الناتجة عن السيستم ده والازدواج هما برضو R و M0. إذا كان ده يساوي ده وده يساوي ده، يبقى ده يساوي ده. خلاص، دي الخلاصة. السيستم ده يكافئ قوة ازدواج، والسيستم ده يكافئ قوة ازدواج. مش يساوي قوة، مش يكافئ قوة ازدواج، يكافئ نفس القوة والازدواج. يبقى في الحالة دي نقول له السيستم ده والسيستم ده مالهم؟ متكافئين. يبقى شرط تكافؤ عند سيستم اوف فورس وسيستم تاني اوف فورس، شرط التكافؤ شرطين، ان الار 1 اللي هي محصلة القوة الناتجة عن السيستم ده، و الار 2 محصلة القوة الناتجة عن السيستم ده، كلاهما يساوي الار. يبقى كلاهما يساوي الار، يعني الاثنين مالهم؟ متساويين. وكمان العزم المحصل الناتج عن السيستم الاولاني عند النقطة او، والعزم المحصل الناتج عن السيستم الثاني عند النقطة O، كلاهما يساوي العزم عند النقطة O، يعني كلاهما يطلع ماله؟ متساوي. يبقى إذن عشان أقول system of force أيا كان عددها، وده system تاني من الفورس أيا كان عددها، نقول إن هما متكافئين، نقدر نقوله إن لازم السيستم ده تختزل القوة وازدواج، والسيستم ده لما تختزل القوة وازدواج القوة الناتجة من هنا قد القوة الناتجة من هنا، والازدواج الناتج من هنا قد الازدواج الناتج من هنا، يبقى ده وده بيساوي نفس الشيء، يبقى ده يساوي ده وده يساوي ده، يبقى نستنتج إن ده وده أصلا متساويين.
كمان مرة، ما هو شرط تكافؤ نظامين، تو سيستم، نظام من القوى ونظام تاني من القوى؟ شرط التكافؤ بسيط جدا، ان محصلة القوى بتاعت السيستم الاول ومحصلة القوى بتاعت السيستم التاني يطلعوا متساويين، وكمان العزم بتاع السيستم الاولاني حوالين نقطة الاصل يساوي العزم حوالين نقطة الاصل بتاع الايه السيستم التاني. ولكن الكلام ده ممكن نعممه، ممكن نعممه اكتر. القوة احنا اتفقنا ما بتفرقش من نقطة للتانية، ولكن العزم بيختلف. ولكن بما ان العزم عند النقطة او هنا والعزم عند النقطة او هنا متساوي، انا ممكن اكتب الشرط ده زي ما هو R1 تساوي R2، وكمان العزم عند اي نقطة مش لازم تبقى نقطة الاصل يساوي العزم عند اي نقطة مش لازم تبقى نقطة الاصل، وليكن النقطة دي اسمها ايه؟ النقطة B. يبقى لما نسألك سيستم اوف فورس، مجموعة من القوة، هل مجموعة القوة دي تكافئ مجموعة القوى دي؟ 10 قوى هنا وهنا قوتين، هل ال10 دول يساوي الاثنين؟ تسأل نفسك سؤالين. هاخد السيستم ده واحله بالاسلوب اللي اشتغلنا بيه واختزله الى قوى وازدواج، واخد السيستم ده اختزله الى قوى وازدواج، لو القوة دي قد القوة دي والازدواج ده قد الازدواج ده، يبقى السيستم ده قد السيستم ده، يبقى السيستم ده اقدر ارميه واحط مكانه السيستم الثاني، الاثنين تو سيستم مالهم ايكويفالنت. عايز اديك مثال او مثالين بسرعة على النقطة دي. هنا برضو انا حلل المثال ومش محتاج ادي تفاصيل كتيرة بتاعت الايه المثال، وانت تقدر تتبع الخطوات اللي احنا اتبعناها في الامثلة السابقة عشان تبقى عارف التفاصيل بتاعت الحل، وعايزك تتمرن ازاي تعمل تفاصيل الحل بتاع المثال ده والمثال ده. انا عندي سيستم الاولاني رقم 1 في قوة اسمها F1 F2 F3 F4 واتجاهاتها موضحة بالرسمة، وكمان الطول ده موجود بثلاثة والطول ده بثري والطول ده بثري. اوكي، عندي سيستم تاني، السيستم التاني بيحتوي فقط على كم قوة؟ قوتين F5 F6 والطول ده بثلاثة والطول ده بثلاثة. وبسأل هو السيستم اللي بيتكون من 4 فورس ده يكافئ السيستم اللي بيتكون من 2 فورس؟ هل الاتنين دولت متكافئين ولا مش متكافئين؟ تعمل ايه؟ تاخد دي مسألة مستقلة وتروح تختزلها الى قوة وازدواج، ودي مسألة مستقلة تختزلها إلى قوة وازدواج، لو القوة دي قد القوة دي والازدواج ده قد الازدواج ده يبقى الاثنين متكافئين. حصل اختلال في القوة أو حصل اختلال في العزم يبقى الاثنين سيستم غير متكافئين. أنت عندك إيه دلوقتي؟ القوة دي والقوة دي عايز اختزلها القوة وازدواج. يلا بينا، أو قوة وعزم، نعمله إيه؟ القوة دي سهلة؟ القوة خلي بالك هو مديك الماجنتيود بتاع القوة F5 والF6 كلاهما بيساوي كام؟ كلاهما بيساوي 5. وانت عندك هنا الماجنتيود برضو بتاعت ايه القوه دي. طيب القوه دي احنا ما بنشتغلش بيها بالماجنتيود بتاعها، بنشتغل بيها بمين؟ بنشتغل بيها بالكومبوننت، يعني لازم تكتبها على هيئه اكس وواي وزد اي وجي وكي. طب القوه دي محتاج نقطتين على خط عملها واروح اجيب اليونت، تروح تجيب البوزيشن فيكتور ثم تجيب الماجنتيود بتاعه ثم تجيب اليونت فيكتور؟ لا. ليه؟ اصل دي نقطه سهله جدا جدا جدا. طب ليه؟ اصل القوه دي اصلا موازيه لمحور زد، فيبقى دي في اتجاه محور زد، الزد لكم اليونت فيكتور بتاعه ما انت عارفه اللي هو عباره عن مين؟ كي. فيبقى القوه F5 انت ما انتش محتاج كل الكلام ده كله، دي قوه سهله جدا، بتساوي كام؟ زيرو في اتجاه اكس، زيرو في اتجاه واي، وفي اتجاه كي هي عباره عن ايه؟ عباره عن قوه مقدارها كي. كي مضروبه في كام؟ في الماجنتيود بتاعها، يبقى اليونت فيكتور في اتجاه ده هو عباره عن الكي. يبقى زيرو في اتجاه اي، زيرو في اتجاه جي، و 5 او 5 في اتجاه مين؟ كي. باسلوب مماثل الاف 6. اف 6 قوه سهله، ليه اف 6 قوه سهله؟ عشان دي موازيه للمحور واي. يبقى القوه ديت في اتجاه اليونت فيكتور بتاعها في اتجاهها هو جي، بس لاحظ معايا ان السهم متجه في الاتجاه ده، فيبقى اليونت فيكتور جي بس باشاره سالبه يعني سالب جي. يبقى نروح نضرب الماجنتيود بتاع القوه في اليونت فيكتور، الماجنتيود بتاع القوه 5 باليونت فيكتور اللي هو ماينس جي، يبقى الفيكتور ده عباره عن ماينس 5 جي، يبقى زيرو في اتجاه الاي، زيرو في اتجاه الكي، وماينس 5 في اتجاه الجي. باسلوب مماثل انت عندك القوه اف 2 سهله، القوه اف 1 سهله، هتتعب شويه في حساب القوه اف 3 عشان انت محتاج نقطتين، والقوه اف 4 عشان انت محتاج برضو كم نقطه؟ نقطتين. وحتى انت لو جبت دي انت ما انتش محتاج تجيب دي، ليه؟ عشان القوه دي والقوه دي قد بعض في المقدار وفي عكس الاتجاه، فانت لو جبت القوه دي هتضربها في اشاره سالبه فتطلع منها القوه دي.